أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب. كيف ما عودتكم قناة شوف تي في كل سنة في رمضان كنزلوا الشارع المغربي وكنشوفوا الحالات الإنسانية اللي كضطرها ظروف العيش ولقمة العيش أنها تفطر في الشارع. حالتنا اليوم هي حالة السيدة ربيعة اللي اضطرتها لقمة العيش أنها تفطر في الزنقة بحكم أنها كتسعى، كلنا كنسعى الله سبحانه وتعالى. خليكم معنا نتعرفوا عليها عن قرب ونتعرفوا على ظروفها. السلام عليكم لربيعة. سلام، اش اخبارك؟ انا لاباس. كي بقيتي؟ لاباس. كي بقيت الجدار راني طاحت السنادي، السنادي الجدار راني نطمنوا حسن حنوا عليا وتحنوا عليا. بركة واشك بدل الله ربيعة. واشك كي كدوزي رمضان؟ ضنا ندوزو كيبغى الله كيبغى الله كيبغى الله. مع من كتعيشي؟ انا بوحدي بوحدي. لربيعة ما عندك لا وليدات، ما مزوجه ما والو؟ ولاد ما عنديش الولاد، راجل وزرني راجل وزرني راجل وزرني. الولاد ما عنديش الولاد، الولاد ما عنديش. شحال هادي باش هجرك الراجل؟ سبع سنين هادي، سبع سنين هادي باش هضرني الراجل. هجرك على قبل المرض؟ قبل المرض، قبل المرض قال لي ما طيت صاحي من المرض. طحت السنين هادي، السنين هادي باش تحط الجدار راني نطلب الله من المحسنين يعاونوني، يعاونوني بغيت يعاونوني على رجلي. لا ربيعة دابا انتي كتخرجي كتسعي، كنا كنسعوا الله سبحانه وتعالى باش تاكلي. باش ناكل، ناكل باش ناكل. اخواتاتي ما تا ويجيو عندي، ما تا ويجيو عندي، اللي ما تا ويجيو عندي، حتى واحد ما تا يجيو عندي. الله يصوب لك لا ربيعة، نفرقوا صيامنا ونفطروا من بعد نكملوا القصة ديالك ووجهيني داك المحسنين. مشاهدين رجعنا لكم من بعد ما فطرنا وغنكملوا حديثنا مع لالا ربيعة باش تكمل لنا الحكايه ديالها. لالا ربيعة بصحه فطورك؟ بصحه، عطيك الصحه، عطيك الصحه. ما فطرتي والو؟ ما كتاكليش؟ فطرت والو، دابا ناكل، دابا ناكل، ناكل لا قسم الله، لا قسم الله ناكل. واخا لالا ربيعة عاودي لنا الحكايه ديالك، انت هي عندك خواتاتك، عندك عائلتك، كنتي صحيحه، كنتي عندي خواتاتي ما توجيو عندك، ما توجيو عندك. قلت لهم شحال قالت ما عندناش الفلوس، ما عندوش الفلوس. يجيو غير يزوروك بعدا بلا ما يعطيو؟ يجيو يزوروني كاع كاع، ما تيزوروني، تيزوروني كاع، تيزوروني كاع. فاش طحت من تحت السنين هادي، تحت السنين هادي تحت برجلي، ما تيجيو يزوروني. كنتي صحيحة كتمشي؟ صحيحة، كنت صحيحة والو، بس ما عندي بس، كنت تطحت، تطحت برجلي. ما تلاو يجيو يشوفوني، ما تلاو يجيو يشوفوني. كنتي خدامة؟ خدامة، كنت خدامة في المعمل، خدام من شد الفلوس، كانوا كيجيو عندي مني ما تادي فلوس، ما تيجيو عندي. نكتب فلوسك كانوا كيجيو عندك؟ عندي ما تادي فلوس، ما تيجيو عندي، كانوا يجيو عندي. فين عايشه دابا لربيعة؟ عايشه هنايا، هنايا مع الجيران، مع الجيران، الجيران عايشه معاهم. كاريه بيت؟ كاريه بيت، بيت بيت كاريه، كاريه. ما تلوجو عندي، ما تلوجو عندي خالي، ما تلوجو عندي فلوسي تيجيو، ما تلوجو عندي فلوسي، تلوجو عندي. نطب الراس برا، نطب الراس، تنصب الدواء الراس، تنصب الدواء ديال المعدة. ما مزيانيش، ما مزيانيش هالي، ما مزيانيش هالي، ما مزيانيش هالي. كنتي مزوجة؟ كنت مزوجة، ما تلوجو، ما تلوجو، ما تلوجو عندي. شحال من عام وانتي مزوجة؟ مزوجة 18 عام، 18 عام مزوجة بيه. واشنو وقع من بعد؟ وقع من بعد أني تحت رجلي، تحت رجلي ما بقى يجي، تحت رجلي ما بقى يجي عندي.
دابا باش كتاكلي باش كتشربي شكون اللي كيديك؟ دابا انتيا ما تقدري كديري لي كوش، ما كتقدري تنوضي للتواليت بوحدك لا والو. ندير لي كوش راسي، راسي تنحد لي كوش راسي، تنبدل راسي، راسي تنبدل راسي، عاد جارتي تصبر لي حوايجي، جارتي تصبر لي حوايجي. الحباب الله يستر ما تلقاو كاع يجيو عندي. مكرفصة بوحدك كيفاش كتاكلي كيفاش كتشربي؟ كي جاب الله كي جاب الله كي جاب الله بنتي كي جاب الله كي جاب الله. نو جاب الله هنا تيجيو يشوفوني ما تيجيو يطلعوا عليا، تيجيو يطلعوا عليا، تيجيو يطلعوا عليا، ما تيجيو ليا فلوس ما تيطلعوا عليا. الوقت حنات يا امي ربيعه. الوقت حنات بنتي، الوقت حنات. الوقت كدور امي ربيعه. كدور بزاف بزاف تدور. تدور الدنيا طمع الدنيا اللي تخبيت غداره. كنتي بفلوسك، كنتي براجلك، كنتي بدارك. كنت عجمة، خاصني تأخر، خاصني تأخر. راجي خدام، طحت برجلي هجرني، هجرني، ولا خد ولا غادي، ولا تيجيش عندي، تيجيش عندي. شنو خاصك دابا أمي ربيعة؟ خاصك شي عملية قلتي لي؟ عملية خاصني شي عملية، محسن نطلب لها من المحسن قلبو الحنان يشوف ليا. حنا ليا حنا ليا فاك الله تكستر 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 تكستر. كيفاش كدوزي نهارك في رمضان أمي ربيعة؟ دوزي كي جاب الله كي جاب الله، ضل عندكم ضل عندكم، جيتكم جيتكم تعطوني المحسن الفلوس. كيحنوا فيك شويه الناس؟ حنوا فيا الدران. رجلي دار دار طيحت عليا يد رجلي، طيحت عليا يد رجلي. الحمد لله الحمد لله، ما كتب الله لا ما كتب الله، الحمد لله لا ما كتب الله. شنو تبغي تقولي لخواتاتك اللي كيسمعوك؟ خواتاتي نقول لهم جيو طلعوا ليا، جيو طلعوا ليا، جيو شوفوني، تبدا قلبهم الحنانة. أنا وليت في الشارع. يعني أمي ربيعة إلا ما عاونوكش الناس الجيران وهبطوك من الكروسة وهداك الشيء كيفاش كدير؟ ما طلبتش ما طلبتش، تنقعد في الكروسة، تنضل طب تجي تتحبطني المرأة، المرأة تتحبطني تتحطني. تقدري تباتي فيها لما جهزك حتى واحد؟ بات شويه بات شويه تتحطني المراه، المراه تتحطني المراه. واخا امي ربيعه وجهي نداءك المحسنين، اش تبغي تقولي لهم؟ نقول لهم انا في قلب الحنان يحلوا عليا، قلب الحنان يحلوا عليا، بغات تعطي صابوا لي رجلي، عطوني الكوش، عطوني الدواء. الله يعطيكم الستر، عطوني الكوش، عطوني الكوش الدواء. أمي ربيعة ما سخيناش بك، البركة معك شيقة ممتعة بهذه المناسبة. طاقم قناة شوف تي في ووعد محسنين غنعطيوك واحد الهدية اللي هي بسيطة، كنتمناو أنك تقبليها من عندنا. أختي قولي لي مرحبا مرحبا. أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة شوف تيفي، كما شفتوا معنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب. حلقة كان كلها ألم وكلها دموع مع أمي ربيعة، أمي ربيعة اللي كتعيش بوحدها، إنسانة معاقة خصها دير عملية. أمي ربيعة اللي عندها الخوت وما عندهاش، اللي من هذا المنبر كنوجه لهم واحد النداء، الخوة حد الدنيا، ماشي بالضرورة نعطيو لبعضياتنا الفلوس عاد نقدروا نطلعوا على بعضياتنا. الانسان بعض المرات كيحتاج غير الدعم النفسي والدعم المعنوي، ماشي بالضروري يكون عندك فلوس باش تجي تشوف اختك. جيو طلعوا على بعضياتكم، لان كما قلت لكم الخوا حد الدنيا. ومن هذا المنبر ديال قناه شوف تيفي كنوجه نداء للمحسنين، نداء المحسنين اللي دائما كيتعاطفوا مع بحال هذه الحالات، واللي دائما كيتفاعلوا مع الحالات اللي كنحطوا في قناه شوف تيفي، انهم يساعدوا امي ربيعه اللي بغات فقط انها دير عمليه، وبغات باش تشري لي كوش، وبغات باش تشري الدواء. شكرا لكم، الى اللقاء في حلقه مقبله من برنامجكم فطور مع ولاد الشعب.